هل من الممكن للمملكة العربية السعودية أن تصبح قوة عظمى؟ من الواضح اليوم أن الدول ليست بحاجة لترسانة نووية أو منظومة أسلحة متطورة كي تكون قوى عظمى، والسعودية هي مثال واضح بأراضيها الواسعة وثرواتها النفطية الهائلة. هناك أيضا الحج إلى مكة، والذي يجلب الكثير من العوائد للمملكة. لذا بعيدا عن القوة العسكرية للمملكة والقوة العسكرية لدول التحالف الذي قادته المملكة أيضا، نرى أن السعودية قادرة حقا على أن تصبح قوى عظمى. كان للمملكة أثر ملحوظ على السياسات العالمية لكونها إحدى أكبر مصدري النفط للدول الغربية، لكن الأزمات التاريخية دفعت الدول الغربية إلى الحد من اعتمادها على النفط عموما. وبدأ الوضع بالتغير منذ اعتماد الولايات المتحدة على التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية سمحت للولايات المتحدة باستخراج النفط من صخور الطفل الصفحي، وهي صخور رسوبية دقيقة الحبيبات. أطلقت تلك التقنية ثورة نفطية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى الحد من سيطرة السعودية على أسواق النفط. وكلما ازدادت أسعار النفط، لجأت الولايات المتحدة إلى إنتاج نفطها الخاص من صخور الطفل الصحفي، فأصبح حوض الصخور البرمية في تكساس يلعب الدور السابق الذي كانت السعودية تلعبه بما يتعلق باستخراج النفط. بالطبع تدرك المملكة كل هذه الأمور، وتدرك أيضا أن الثروات النفطية ليست دائمة، وأصبح اعتماد العالم عليها أقل من الزمن بمرور الزمن. فإذا لم تستطع تغيير سلوك الولايات المتحدة ودفعها إلى شراء نفط السعودية، فباستطاعة المملكة تغيير طريقة اعتمادها مع النفط على الأقل. أطلق ولي العهد محمد بن سلمان ما عرف برؤية 2030، وهي عبارة عن خطة إصلاحية شاملة للمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بهدف تصور مستقبل المملكة بعيدا عن النفط، من بينها مدينة نيوم الذكية التي يرغب ولي العهد بجعلها موطنا للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الصناعي. بالإضافة لذلك، طرحت المملكة شركة أرامكو عملاقة النفط السعودية للاكتتاب العام، وهي خطوة يقول محللون أن الهدف منها توفير سيولة مالية لموازنة العجز في الميزانية الذي بلغ نحو 100 مليار دولار. فاسم أرامكو مغري جدا بالنسبة للمستثمرين. طرحت المملكة أيضا ضريبة القيمة المضافة TVA لأول مرة سنة 2018، واضطرت لإيقاف عدد من المشاريع ذات التكلفة الباهظة، وهي الآن تتجه شرقا نحو الصين، المستورد الأول للنفط السعودي، والتي تحتاج النفط لاستكمال مشاريعها الاقتصادية التوسعية أيضا، حيث تشكل الصادرات السعودية للصين نحو 13% من مجمل الصادرات وفق أرقام تعود لسنة 2016، بينما تبلغ النسبة 11% للهند و10% للولايات المتحدة. حاول ولي العهد دخول المجال النووي، حيث قال محمد بن سلمان أن المملكة تملك أكثر من 5% من الاحتياطي العالمي لمادة اليورانيوم، ووفق اتفاقيات مع فرنسا وروسيا بخصوص إنشاء مفاعلات نووية وإدارة النفايات المشعة وتنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية. أما أهم ما يجب أن تركز عليه السعودية اليوم، فهو الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية. بالطبع لا تعد السعودية رائدة في هذا المجال، لكن التغيرات الإقليمية والداخلية قد تجبر المملكة على اتخاذ إجراءات جديدة والتفكير بطريقة مختلفة، وهنا نجد أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أمر سيعود بالنفع الكبير على المملكة. إن اعتماد السعودية على النفط من ناحية الاستهلاك الداخلي والتصدير الخارجي هو أمر لا بد من معالجته. بالطبع لن ينضب نفط السعودية في المستقبل القريب، لكن من الضروري أن تبدأ السعودية بالتفكير بالطاقة الشمسية. فوفقا للتقارير، فبرميل النفط الواحد الذي يجرى استهلاكه داخل السعودية يعني خسارة أرباح تقدر ب$56، ما يعني أن الاعتماد اللاحق على الطاقة الشمسية سيقلل من الاستهلاك وسيساعد المملكة في الحفاظ على موقعها كأحد أكبر مصدري النفط. نرى أيضا أن السعودية مكان مثالي لاستغلال الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة بشكل عام، فهي تحظى بساعات طويلة من أشعة الشمس، وتملك صحراء شاسعة مناسبة جدا لتركيب مزارع الألواح الشمسية، كما أنها تملك بنية تحتية مناسبة وتعداد سكاني مقبول يسمحان لها بجعل الطاقة الشمسية صناعة مزدهرة. لحسن الحظ أن المملكة أدركت ذلك، وهي تسعى بجد لأن تحافظ على مكانتها العالمية في مجال الطاقة والنفط.